الأحداث هذه عرفت، بقى ابني في الفتايح نزل عندنا سايبه هنا عرفت. بعد الأحداث فقدته ما لقيتوش في الشارع، اتصلت بالمرة بقيت أنا في المرج عند بنتي قبل الحادث بثلاث أيام عند بنتي عرفت. قعدت عند بنتي يومين عرفت، صباح الحادث فيه. زلنا الناس اتصلوا فيه قالوا في ايش؟ في الفتايح. اتصلنا في الفتايح قالوا مش موجود. نزلنا هنا اتصلنا في دارنا قالوا ايش؟ قاعد عندنا سايبه هنا، فهمت علي؟ عرفت؟ بعد الوادي عرفت؟ اتصلنا ما فيش، الناس قالوا فهمت علي في عماره موجوده ما مفقود غاد. اتصلنا في العماره لسه بندور فيها، اسعافات غاد بتدور، من هالوقت ما شفت من الصبح وانا قاعد. الله يرحم كل ميت يا رب. يا رب كل مفقود يروح لاهله سلمين يا رب. يا ارحم الراحمين ارحم يا ارحم الراحمين. ستنفع كيف رمضان نصر ونصر ابني عرفت، وبارس التنتين فهمت علي عرفت، وصفا خمس ست انفار هم العيله كلها. ما لا تاريخ الوقت ما فيش علم عنهم بالمره. والله اكبر ولله الحمد، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. اكبر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.